يلا اول شيء زين وهلين تريكم في كل بريك هلا اشغال تونا اللي صار قبل شوي نعتذر عليه طلع عن السيطره تعال تقهوى يا ابو مفلح حق طير شيء طيب خاطرك انت اليوم ضيق خاطرك هم راحوا هم راحوا سبع راحوا باب يسد ما يرد ما اللي فهم القصه تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى عين من الله خير شفت العيل الحمراء انت شكلك انت صح ولا انت هذا الحكايه الحين شلون رشيد انا رجل مو بضاله بس اوضح لك عشان يمكن مع الايام يقلبون علينا لكن شوفوا ترى مو برشيد اذا غاب من البث انه كذا غياب عبث انا اتعب من وراكم نتعب لاجلكم نتعب لتقييم ونتعب لاشياء ونتعب انتظرونا بعد في توزيع فقره المنيو انتظرونا انتم يا رجال ما بلا غابر شيء قلتوا نايم تعاون تعاونوا معنا الوضع لا يصير سبهله اسلم مكانك ما يقبل العوض اول يوم انك غبت بس خلال 10 دقائق شباب كان شخص لعبتوا فيه لعب هذا لعبتوا فيه لعب هذا انا مساعد كيف لو اجي جنت هذا ابو الخوشات المشاكل لا لا المضاربات نقبل وجهه نظره صحيح وناسف على المقاطعه ولكن اتمنى منكم التعاون فاهم يا طاهر تعال الهش الوضع لا يصير لا يصير الوضع سبهله ما نبي سبهله لا ما نبيها هذا بتقهون انت الحين الاسبوع الاول اخذت مساعد جنت ايه واسبوع هذا مساعد جنت ايه حنا نطالب بخبرتك اللي يمكن تعدت الجميع تكون الاسبوع الجاي جنت اذا صامت عد وارد اذا هو صامت عد عشان يفهمون اذا هو صامت عد اسمع يا رشيد رشيد سم قول انت الاسبوع الاول ايه اخذت معي مساعد جنت ايوه والاسبوع هذا الان بس مع بداح فعندك من الخبره الميدانيه الكافيه انك تكون الاسبوع الجاي جنتلنا صحيح صوتك يا جبر نطالب الجمهور بتعيين رشيد لا يعطيك العافيه لا الله يعطيكم الله يعطيكم العافيه شكرا لكم ونعطينا من خبراتك الله يعطيكم العافيه لكن انا خلوني على المساعده مساعده لاني اتمنى اني اكون اخر واحد في الجنتل لانها بتكون لو كنت اخر واحد في الجنتل بتكون ختاميه كان ما طلعت برايم وكان ما حصل استبعاد وان كان شيء ذا صاير مغلوث يا رجل مغري يقرط لكن اضيف الله انا اتوقع انك جنتل الاسبوع القادم بس والله تحيه له بحكم الخبره اللي عندك الله يطول عمرك